حجر صحي ومكان للعب في صندوق السيارة، خطوة أبو عمار لحماية أطفاله من فيروس كورونا دون حرمانهم من المرح واللعب. بالرغم من ضيق المكان إلا أنه يراه أكثر أمناً من شوارع المخيمات المزدحمة. والعالم كله هوني شتوية، يعني أي واحد عم يرشح عم يعدي جاره من كثر الخيم فوق بعضها، لا في عناية صحية لا في وقاية، ما في إيش بدنا نسوي وقاية، يعني كيف يعني بدنا نسوي وقاية؟ ما عندنا إحنا إمكانية نسوي وقاية. شغلي وحدي بس، بطلنا نصافح بعضنا من بعيد لبعيد، مرحبا جار، كيفك جار. كثافة سكانية مرتفعة وخيم متراصة كخلية النحل، لا يفصل بينها إلا شوارع وممرات ضيقة أشبه بحال الخيام التي ضاقت بسكانها. الرعاية الصحية والوقاية شبه معدومة بسبب الظروف الصعبة التي أعيت النازحين عن حماية أنفسهم من البرد قبل الأوبئة. الوقاية عندنا هون غير مستحكمة نهائيا، طبعا في توعيات لهالأمور هاي وفي منظمات عم تجي بتعطي توعية للناس، لكن التوعية الناس هاي عرفانتها شو هي، لأنه الكمامة مدتها 4 ساعات، فاللي عنده 6 أشخاص بدي يلبسهم كمامات بالنهار، فعنده 3-4 آلاف، وكمعقم وكفوف عنده 4-5 آلاف 10 آلاف، يعني الناس هون معدومة وهاي كلياتها مي موجودة. الخيام الهشة التي لم تقي قاطنيها برد الشتاء والظروف الصحية المتردية في مخيمات الشمال السوري وضعف الدخل المادي أسباب تقف دون تأمين الوقاية من وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وتحضر له الدول كافة أساليب الوقاية المعدومة في المخيمات. الابتعاد عن التجمعات هي الخطوة الأولى للوقاية من وباء كورونا، هذه الخطوة التي يستحيل تطبيقها هنا في أضخم تجمع للسكان في الشمال السوري في المخيمات التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية والوقاية. خلف جمعة، حلب، اليوم ريفو إدلب.